هنكمل سلسلة التشيك ليست بتاعة الفيديوهات اللي على اليوتيوب. الفيديو الأول والتاني هتلاقيهم موجودين في صندوق الوصف إن شاء الله، وهيطلعوا في علامة الآي فوق هنا، تقدر تشوفهم عشان تكمل السلسلة بالكامل، اللي هم أول فيديو قبل التسجيل، إيه التشيك ليست اللي المفروض تعملها، يعني قائمة التدقيق، تشوف أنت تشيك على إيه قبل ما تسجل، ورقم اتنين أثناء التسجيل المفروض تشيك على إيه، وإيه اللي المفروض يكون موجود أثناء تسجيل الفيديو بالكامل، وكل الخطوات اللي المفروض تعملها وانت بتسجل الفيديو. ورقم 3 الفيديو ده اثناء رفع الفيديو انت محتاج تعمل ايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معاكم احمد البس من قناه تايم سيفنج. لو انت مهتم بالموضوع خليك معنا. طيب، اثناء رفع الفيديو بقى احنا المفروض ان احنا عملنا عنوان صح، شيكنا على العنوان ده، بنشوف العنوان ده هل عليه نتائج بحث ولا لا، هل العنوان ده فعلا الناس بتدور عليه ولا لا. طبعا تقدر تستخدم اداه اسمها فيد اي كيو وتيوب بادي، شرحتهم قبل كده في القناه، تقدر تشوفهم ازاي تستخدمهم صح عشان تعرف بالظبط ان العنوان بتاعك عليه نتائج بحث كويسه جدا والمنافسه عليه قليله، وبالتالي ان شاء الله فرصه نجاح الفيديو هتكون كبيره. لازم تبقى عامل عنوان صح للفيديو. بعد كده نروح على صندوق الوصف، نشوف الوصف بتاع الفيديو، تعمل وصف يكون كويس ما يقلش عن 3 4 سطور، والسطر الاولاني لازم يكون شيق جدا ومفيد. مثلا تكتب سيكون هذا الفيديو مرجعك مثلا في شرح كامتاسيا ستوديو مثلا، او كامتاسيا ستوديو زي ما احنا بنقول، لان اول سطر في الوصف بيطلع معاك اثناء نتائج البحث لما حد بيدور على فيديو، بيظهر العنوان والصورة المصغرة واول سطر من الوصف، وبالتالي هيساعد الفيديو كتير ان هو يبدأ الناس تضغط عليه وتشوفه لو فعلا اول سطر ده مكتوب بشكل متقن ومكتوب صح. طبعا صورة مصغرة، طبعا انا شارح ازاي تعمل صورة مصغرة. لازم تعمل صورة مصغرة تكون فعلا تشد الناس، بتعبر عن المحتوى، وتكون براندنج، بمعنى ان انت عامل مثلا لون معين ثابت او لوجو معين ثابت، بحيث ان انا لما اشوف الصورة المصغرة بتاعتك في اي مكان في وسط الفيديوهات اعرف ان الفيديو ده بتاعك. فطبعا لو انا بعمل لك فولو وعجبني المحتوى بتاعك، بمجرد ما ادور على حاجة معينة بشوف القناة بتاعتك بدخل عليها، او الفيديو بتاعك بدخل عليه، لان انا عارف ان الفيديو ده بتاع القناة دي. تعمل الموضوع ده ازاي؟ اما ان انت تحط صورتك دايما في الفيديوهات، زائد ان انت تحط لوجو مميز، وبعد كده تحط حاجة مثلا في الصورة خلفية معينة تكون بتعبر عن الفيديو. والطريقة عمل ازاي تعرف تعمل صورة مصغرة بشكل احترافي هتلاقوها ان شاء الله موجودة في صندوق الوصف، سواء عن طريق الفوتوشوب او برنامج كانفا من الموبايل او الكمبيوتر، تقدر تعمل ده بشكل صحيح وشكل سهل جدا. فالصورة المصغرة مهمة جدا، وكمان لازم تشيك داخل القناة بتاعتك نسبة الكليكات على الفيديو بتاعك بسبب الصورة المصغرة، تقدر تعرف اسمها، مش عارف بالعربي ايه هي، اسمها كليك ثرو ريت بالانجلش، اللي هو نسبة الضغط على الفيديو بتاعك قد ايه بناء على الفيديوهات المقترحة. يعني مثلا اقترحنا الفيديو بتاعك 1000 مرة، فنسبة الكليك مثلا كانت 200 مرة، فبالتالي النسبة دي 20%، ودي نسبة كويسة جدا. المفروض النسبة دي ما تقلش عن 5%، لو لقيتها أقل من كده لازم تبدأ تشوف إيه المشكلة عندك، سواء العنوان أو الصورة المصغرة، تبدأ تشتغل عليهم وتعدل فيهم بشكل يكون فعلا كويس، عشان إن شاء الله بإذن الله الفيديو ده يتشاف لما حد يشوفه ويضغط عليه وتجيب مشاهدات كويسة بإذن الله. نيجي بعد كده للكلمات الدلالية أو الكلمات المفتاحية. طبعا برضو أداتين فيد آي كيو وتيوب بادي يساعدوك بشكل كبير جدا أنت تعمل كلمات دلالية للفيديو، لكن انا هقول لك على اهم حاجه لازم تعملها. لو انت اخترت العنوان صح وكتبت وصف زي ما قلنا 4 أو 5 سطور ومكتوب بشكل متقن وكويس، خد الكلمات الدلاليه من الوصف ومن العنوان، وده هيخلي الفيديو بتاعك فعلا السيو بتاعه مظبوط جدا، والفيد اي كيو بيديك نسبه القوه بتاعه السيو، تقدر منها تعرف بالظبط السيو بتاع الفيديو بتاعك ده قوته قد ايه. لو وصل للون الاخضر او عدى 60% وعدى 70%، فانت كده الفيديو ده بتاعك متظبط جدا في السيو، وان شاء الله باذن الله هيطلع في نتائج البحث، وتقدر تستفيد جدا من موضوع البحث على اليوتيوب في الفيديو بتاعك وتجيب مشاهدات كويسه جدا. طبعا بعد كده لازم تكون بتعمل اللي هي علامه الاي، الكروت بتاعه الفيديوهات الخاصه بيك. اثناء ما انت بتتكلم ممكن تشاور على بعض الفيديوهات، طبعا انت خلاص انت عملتها اوريدي في التسجيل، فانت تشوف الاماكن اللي انت قلت عليها. لو مثلا عايز تشوف ازاي تعمل صورة مصغرة، اضغط على علامة الاي فوق او هتلاقيها في صندوق الوصف، فانت تحط
فيديوهات ليك في صندوق الوصف انت ربطتها في الفيديو بتاعك، وفي علامه الاي اللي موجوده فوق تحط برضو الفيديوهات دي بعد ما بتخلص وانت بترفع الفيديو، عشان يطلع فيديوهات مقترحه من قناتك للناس يبداوا يشوفوها بعد ما يشوفوا الفيديو بتاعك، او حتى اثناء ما هم شغالين بيشوفوا الفيديو بتاعك. طبعا ما تحطش الكروت في اول الفيديو عشان الناس ما تضغطش على الكروت دي يعني الفيديوهات دي وتطلع بره الفيديو من اوله وما يشوفوش الفيديو. ده بيأثر كتير على الفيديو، بيخليه المشكلة ان اليوتيوب بيعرف ان الفيديو ده الناس بتطلع منه ما بتكملوش، وبيبدأ يعني يخلي الفيديو ده ما يطلعش فيديوهات مقترحة، وبالتالي مش هتستفيد من الموضوع ده. خلي الموضوع ده في اخر تقريبا 5 دقايق من الفيديو، ولو انت اتكلمت عليه في نص الفيديو مفيش مشكلة، طلع فيديو واحد في علامة الاي بحيث ان الناس تبقى متابعة معاك ان انت اتكلمت على فيديو معين بيطلع اثناء كلامك، عشان فعلا يبقى متابع معاك وفاهم انت بتتكلم ازاي. طبعا في نهاية الفيديو المفروض تربط الفيديو بتاعك بفيديو تاني موجود في القناة بتاعتك عن طريق شاشة النهاية، تشاور عليها وتقول لو انت مثلا عايز تختار البيزنس بتاعك اونلاين بشكل صحيح هتلاقي فيديو يطلع هنا، لو انت عايز تعرف تعمل صورة مصغرة هتلاقي فيديو يطلع هنا. طبعا لازم الفيديو ده يكون له علاقة بالفيديو اللي انت بتتكلم فيه دلوقتي، مش حاجة ملهاش علاقة تماما، لان الناس مش هتبقى انترستد او مهتمة انها تدخل على الفيديو اللي انت شاورت عليه او اللي انت اتكلمت عليه. طبعا حاجة مهمة برضو اثناء رفع الفيديو، لازم تحدد المحتوى ده فوق ال 18 ولا لا. طبعا فوق ال 18 لو في كلام خارج او في كلام مش كويس مثلا للاطفال فلازم تحدد الموضوع ده، زائد ان انت لازم تعلم على ان المحتوى ده مش موجه للاطفال لو الفيديو بتاعك مش موجه للاطفال، ودي التعديلات الجديدة اللي موجودة في اليوتيوب في الوقت الحالي. لازم تحدد انت المحتوى ده خاص بالاطفال ولا لا، لكن انت تقدر تعمل ده من قناتك في الاعدادات التلقائيه في القناه. كنت عملت فيديو كامل عن الاعدادات التلقائيه اللي تعملها في القناه بتاعتك عشان مش كل مره تعمل الاعدادات دي، ممكن تشوفه، هسيبه برده في صندوق الوصف تقدر تشوف الفيديو ده. طبعا انت وانت بتعمل الفيديو ممكن في عن طريق اداه فيد اي كيو ان انت تعمل حاجه اسمها سينكرونايز ما بين الفيسبوك وما بين اليوتيوب، بمعنى الفيديو لما يترفع على اليوتيوب يترفع في نفس الوقت على الفيسبوك، ودي ميزة قوية جدا. ونصيحة ما ترفعش الفيديو على الفيسبوك بس لينك، يعني ما تحطش لينك الفيديو بتاع اليوتيوب وتبقى مبسوط بالمشاهدات، لان الفيسبوك مش هيعمل لك تسويق للفيديو. لكن لو رفعت الفيديو على الفيسبوك نفسه وحطيت لينك القناة بتاعتك تحت الفيديو، لو الفيديو ده عجب الناس هيبدأوا ان هم يدخلوا على القناة بتاعتك ويشتركوا، والفيسبوك هيعمل تسويق للفيديو ده وهتلاقي عدد مشاهدات كبير يمكن اكتر من اليوتيوب. طبعا المشاهدات دي انت مش هتستفيد بيها في البداية في الفيسبوك، لكن احنا بنتكلم على ان انت بتجمع مشتركين وفي ناس مهتمين بيشوفوا الفيديو بتاعك وبيدوروا على القناة بتاعتك عشان يشتركوا عندك، فدي الاستفادة اللي انت بتستفيدها من الفيسبوك. طبعا مش الفيسبوك بس، بتشير على اكتر من منصة، لكن اثناء الرفع تقدر بس ترفع على الفيسبوك، ودي الطريقة الوحيدة اللي ينفع تعملها. بعد الرفع ان شاء الله هيبقى في الفيديو اللي جاي هنقول بقى بالظبط ايه الخطوات اللي تعملها تسويق الفيديو بتاعك، والمفروض تعمله وتتعامل مع الكومنتات ازاي، وكل التفاصيل دي ان شاء الله هتكون في الفيديو اللي جاي. طبعا الفيديو اللي هو رقم 4 اللي بيتكلم بعد ما ترفع الفيديو المفروض تعمل ايه هتشوفوه يطلع موجود هنا، اضغط عليه وكمل السلسلة عشان تستفيد من السلسلة كاملة ان شاء الله. شكرا لتابعتكم الفيديو، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد مع تايم سيفينج، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.